سلمى، الموضة والجمال هاي الأمور بتهم أكيد كل صبية وسيدة فينا، وخاصة الشيء اللي ممكن يتعلق بإطلالتها وملابسها، وللإكسسوار دور كتير مهم بأنه تكمل الصبية أناقتها. أكيد أكيد يا سمر، دايما السؤال يمكن اللي بيطرح نفسه على كل صبية وكل سيدة، هي بتحب تتفرج بالعموم على الإكسسوارات، بس بتسأل نفسها يا ترى هي القطعة ايمت بتلبس، هي القطعة ايمت وقتها، يا ترى هي ممكن تعطيني قطعة الإكسسوار إطفاء تكمل هيك جمالي، تكمل أناقتي، ولا ممكن بالعكس تخلي مظهري يبين فيه شي غلط؟ طبعا هي الأسئلة وغيرها والعنوان العريض لفقرة اليوم من الإكسسوار مع ضيفتنا، وأكيد الإكسسوار الشتوي رح تكون معنا، وأسئلة كتير رح نسألها إياها مثل العادة مع ضيفتنا لليوم الأخصائية بالإكسسوار سمية مارديني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك سمية وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على موضة الشتاء للإكسسوار لعام 2020. تمام. هلا موضة الشتاء هاي السنة أخذت طابع الثمانينات والسبعينات، يعني رجعنا للقطع القديمة، قطع يلي كانت مخباية وهلا صرنا نرجع نعيد عليها شغل جديد ونطلعها. تمام. أكثر الموضة هاي السنة هي القطع الضخمة الكبيرة، كيف كانوا يحطوا بالمسلسلات القديمة إذا بنرجع، أو بالأفلام القديمة لما الزمن القديم الجميل لما نرجع نتفرج عليه، كان كل قطع هون كبيرة واضحة بالرقبة. رجعت هاي الموضة هلا من أول وجديد، صار لها فترة دارجة وما زالت ومستمرة لفترة يعني منيحة. هلا 2020 أحجار ضخمة، القطع الكبيرة، اللولو بألوان، طبعا أكيد ضوء القمر كفكرة جديدة، بس عم نحاول نغير فيها شوي. أكيد. تمام. يعني سمية مثل ما قلتي في كتير أشكال، في شيء بيدخل جديد كل سنة وفي شيء ثابت. تمام. السنة يمكن المميز هو الأحجار الكبيرة على الإكسسوارات بالعموم. تمام. بتحسيها بترجع للثمانين السبعين، يعني هي القطعة كنت تشوفيها من زمان وما زالت ولساتها مستمرة يعني، بس عم تاخد طابع جديد كل مرة، عم يضيفوا عليها جديد ألوان جديدة. مثلا هلأ مثل اللي بإيدك كتير قطعة حلوة وأنا كتير بحبها، هلا هذا المعتق رجع من اول وجديد، رجع دارج. هلا مثل هيك مثلا اللي انا معي الملون، هلا هي فكره جديده، بس يعني الفكره القديمه رجعنا جددنا عليها، من قبل ما كانوا يلبسوا هي الالوان ما كان فيها الجرأه لهالالوان، هلا رجعت يعني صرنا نحاول انه ندخل حتى بالاكسسوار الوان كثير. طيب بضو الليل شو الجديد فيه؟ شو عملتي؟ ضو الليل هلا هذا يعني هذا الشيء اللي ما زال مستمر. تمام. عم يبقى مستمر كل مرة عم نعمل فيه فكرة جديدة لحتى ما يملوا منه الناس، يرجعوا يعني يضلوا آخذ بالصيف والشتاء موضة كل وقت ضوء الليل. الفكرة الجديدة بالضوء القمر انه نحن نزلنا له الكريستال والرسمات. تمام. صارت غير، يعني مو بس ضوء القمر، صرنا نحط رسمات بقلب منه وهو بيضوي بالليل، يعني تمام. بنات صورة القلوب، يعني أي صور يعني حلوة ممكن صبية تيجي لعندك تقول لك مثلا أنا بدي صورتي هون تحطيها. تمام. بتصير ممكن تعملي لها إياها للصبية. طبعاً. أو كتابة أو أي شيء، يعني بتصير. يعني ضوء القمر بيصير بأي حلة وبأي طلة. بأي حلة. بما أنه حكينا اليوم سمية شوي عن إكسسوارات الشتاء، فدايما يمكن كل شتاء بيكون في شيء رائج، من فترة مرق خليني أقول الشاموا أو المخمل كنا نلاقي كتير بيقطع الإكسسوار، هلا عم نشوف شيء اللي ما بيبطل، يمكن الجلد والفرو. نحكي شوي عن تدخيلهم، كيف بيكون شكل القطعة اللي بتنقيها لهيك شيء وألوانها. هلا 2020 من 2019 و2020 بال 2019 كان دارج الشاموا، هلا نحن 2020 جلد مع الفرو. حتى بالألبسة ما زالت هاي الموضة دارجة ومستمرة. هلا مثل القطعة يلي معاكي، هلا هاي القطعة بدها تكون أكيد مالك رح تلبسيها على قطعة على بلوزة سوداء، على بلوزة سوداء هي أول شغلة. تمام. بدك تختاري ألوان، هلا هون صرنا العكس، كنا نحن نختار ألوان السادة باللبس والألوان بالإكسسوار، هلا عم نحاول نعكس شوي، عم نختار الألوان باللبس والسادة بالإكسسوار. تمام. سمية مثل هاي القطعة المميزة اللي معي، احكي لنا عليها، احكي لنا قديش أخذت منك وقت وتعب، وشو خطر لك الفكرة، يعني قديش أخذت معك وقت الفكرة لقدرتي تنفسيها، وعلى شو بتلبق لك، وصبية تكون طويلة كمان ولا عادي الطول بالنسبة لهيك قطعة؟ هلا القطعتين اللي بإيدك واللي هون، التنتين اللي على الطاولة، ما بعرف إذا بتطلع اللي على الطاولة، التنتين هدول الموضة الشرقي،
يعني هلا اذا بتطلعي بتاكدي فيها بتلاقيها نقشات شرقيه. النقشه الشرقيه لساتها دارجه وما عم تبطل ابدا، ما بتبطل يعني تمام. حتى بالالبسه ما زالت النقشه الشرقيه دارجه. اوكي، نتعذب فيها هي القطع لحتى نحصل على مواد الاوليه شوي لانه كثير قليله. شيء ثاني هلا، شو هي مواد الاوليه سمية؟ المعدن تبعها يعني تمام. المعدن تبعها شوي بتتعذبي لتلاقي هالحفرات هي تمام، حفره الشرقيه. تنلبس هلا هي حلوه انه فستان ساده. اوكي، وغالبا بده يكون مثلا اذا بنلبس على فستان اسود فهو رائع. ايوه تمام. وحلوه هلا بالشتاء مع القبه العاليه، يعني هلا نحن هيك عم نقول الموديل، عم نقول كيف بينشغل، وعم نقول لشو بيلبق مشان لانه هي فكره كثير مهمه، يعني يصير اكسسوار مكمل وليس يغير الشكل. اوقات في قطع هي بيكون اعتماد الاساسي الصبيه بلبسها على قطعة الاكسسوار اللي لابستها، غالبا بيكون قطع الكبيرة او مثل ما شايفين اذا من عندك اللي هي فيها مسبحة، وهي الفيل. كمان صلى تماما صلى فترة دارجة اللي هي المسابح باشكال متنوعة، خشب، خرز، احجار. نحكي شوي عنها وكيف بتلبس. هلا مثل هي القطعة، هي المحجبة بتحبها لانه هي طويلة تماما، ما بتتلبك مع موضوع الحجاب. هلا مثل هدول القطع الكبار شوي بتتلبك الصبية لحتى تلبسهم مع الحجاب. هلا هيك ما بيلبقوا بصراحة يعني. هلا فينا نخترع نحن اختراع، هلا بورجيكي كيف عملنا. فيكي تلبسي قصير وفيكي طولية تلبسه بنت محجبة. الموضوع هون انه مثل ما قلتي الاختراع يعني موديل المسبحة ما زال دارج هلا هي السنة، عم ندخل له قطع كبيره يعني. هلا هون ناعمه بس القطع وين الكبيره بالاضافه تعلقة. يلي نازل الفيل كتير حلو. هلا البومه كانت كتير دارجه، الفيل دارج، حتى في غير شغلات يعني مو شرط موضوع الحيوانات، حجار احيانا. هلا هاي القطعه سهل لبسها لانه لون موحد، مثلا فيها الالوان يلي داخله فيكي تاخدي لون منهم وتلبسيه عليه. اكيد، بس اجباري يعني ما فيكي تلبسيه ابدا على شيء معرق. اكيد هاي القطعه اكيد بدها شيء ساده. خلينا نحكي على القطعه اللي قلتي ممكن تصير قصيره ممكن طويله، خلينا نشوفها اكيد مع بعض. هلا هاد طوقي انا يعني تمام، انا بحبه كثير، وهو يعني لما شاغلته انا شاغلته للقصير يعني شرقي القصير يلي كل الناس تلبسه بهي الطريقة. ولكن هلا أنا كمحجبة ما فيني ألبسه هيك، فحتى البنات المحجبين يلي بيجوا لعندي أنا بعمل لهم نفس الطريقة وبطول لهم إياه. فبتكون كسبت أخذت الموديل الشرقي وبنفس الوقت شيء بيلبق مع حجابها يعني. يعني هلا إذا بدي أحطه أنا هذا الطوق أبدا ما حيعذبني مع الحجاب، ما حيأثر أبدا على وجود أبداً. الحجاب أكيد، وحتى موديله ما بينتزع. هلا بقول لك في موديلات مثل الازرق يلي على الرقبه، هلا هذا ما بيتطول تمام يعني لانه هو اصلا على الرقبه جايه موديل رقبه. اما مثل هاي الموديلات لا بتطول معي وما عندي مشكله يعني على لبسها ما بتاثر ابدا تمام. ونفس المبدا هون يعني فيني طوله بنفس الطريقه. طبعا ما زالت الليرات دارجه وهلا كثير دارجه. حلو، الليرات هي موضة قديمة وعم تبقى كل سنة عم ترجع. كل سنة عم ترجع الليرة. هلا خلينا نحكي شو جديدك هاي السنة سمية؟ هلا الجديد هاي السنة نحن اشتغلنا على اللولو تمام، بس ضخمة كتير يعني هاي القطعة. هاي القطعة تمام، هاي القطعة بدها فستان سادة 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 يعني ولا شيء معه. هي اساسا مو للطلعة اليومية، هي لسهلة لمناسبة تمام. خلينا نحكي كيف خطر لك تعملي هيك يعني. هلا اللولو كثير دارج كبير. فانا حبيت غير الالوان، ادمج تمام. الوان مع بعض البعض. اللولو الكريستال هي لساتها دارجه هي القطعه. هي القطعه كانت من الثمانينات والسبعينات كنت تلاقيها كثير يعني، كانوا الممثلات مثلا القدماء يلبسوا هيك شيء. هلا ارجع بما انه الموضه رجعت للموضه القديمه فرجعنا وعم تلاقي انه هيك قطعه مطلوبه عند الصبايا. في ناس محددين هي اللي بتحب هي القطعه يعني. هلا في صبايا مثلا بتقلك انا ما بحب هيك، بحب القطع الناعمه يعني ما فيني البس قطعه لهالدرجه. هي مثل اللي حكينا عنها، في اشخاص بيعتمدوا على قطعه الاكسسوار باللبس تمام. يعني يبدا تلبس هيك قطع بده يكون الفستان تبعها كثير بسيط، بيكون عندها اكثر من فستان ساده بالخزانه وهي تمام. كل مره بتلبس كل الاكسسوار تمام. كمان هي القطعه اللي هي ثلاث الوان، الثلاث الوان كثير دارجه
تمام. وخصوصا انه نحن متعودين على الثلاث الوان باللي هن الالوان اذا فينا نقول المعادن اللي هي فضه مع الذهب والنحاس ايه. تمام. هلا عم نشوف الوان ثياب ممكن تكون. هلا يلي درج معنا الالوان كتار منهم الروز يعني هلا يلي تحت مع الذهبي هلا هذا روز من له الاحمر الفوشي والبرونز يعني شوفي تخليطة الالوان مع بعضها البعض كتير حلوة بس هلا اذا انتي شفتي كلهم لحال وقلتي انه انا حطبقهم مع بعض هتقولي انه كيف حيتطبقوا ما بيزبطوا بس لما نطبقوا طلعوا كتير حلوين. هلا نحن في شيء بنعتمد عليه ان كان بالالبسة ولا حتى بالاكسسوار اللي هي دائرة الالوان. تمام. دائرة الالوان هي كتير بتساعدني اني انا اختار الالوان مع بعضها يعني احيانا في الوان انتي بتخطر لك انه انا البسها مع بعض او حتى بالاكسسوار حتى بتقولي لا هنن ما بيزبطوا بس اذا بترجعي لدائره الالوان او الاساس تبع الالوان لا بيزبطوا مع بعض أكيد. مثل هلا هيك قطعه بسيطه بس مميزه وكثير بتطلع حلوه كمان على الثياب. هلا اذا صبيه اجت لعندك كمان وقالت لك انا بس ما بدي هدول اللونين مع بعض بدي لون كامل بدي كذا يعني طبعا. بتساعدي الصبيه أكيد. لتعمل ساعدها بس في عندي شغله انه انا احيانا السوق ما بيساعدني يعني هلا انا مو كل الوان السناسل موجوده عندي بالسوق فانا بضطر اني اشوف شو هي الالوان الموجوده وطبقها على اساسها. تمام تمام. يعني دائما تشكيل الالوان هو الشيء الاساسي او المفتاح الاساسي بفن الاكسسوار أكيد. غير البصمه الخاصه تميزتي بالاحجار وكيف تلعبي فيها وتدخليها بحرفيه متميزه ان كان ضوء القمر او ان كان الاحجار الثانيه. حتى هلا اذا كنا عم نحكي قبل شوي عن الشاموا والمخمل فهي قطعه بسيطه ولكن ايضا مستخدمه فيها الورد القماش اللي هي من خلال الورده طبعاً. هي كمان بتتبع للجو. هلا بالصيف كنتي جايبتي لنا شيء فيه مثل الشيفون تماما ايه. او ورد طبيعي. نحكي شوي عن اختيار الالوان اختيار الاقمشه. هيك قطعه بتجيبيها جاهزه هي معموله جاهزه الورده وانتي بتدخليها بقطعه الاكسسوار ولا لا بتحبي تشتغليها بايدك؟ تمام. هلا اول شيء نحن مشاركين بمهرجان البيئه كحرفيين مشاركين بمهرجان البيئه فكنت انا هاي الفكره اشتغلتها للمهرجان لانه كنا بدنا شيء يعني يكون شيء بيشبه الموضوع يعني تبع المهرجان فاشتغلت بالورد. هلا الورده هي لا هي انا بشتغلها فيكي تجيبيها جاهزه بس هلا هيك انا شاغلتها. حلاوة هذا السنسال تبعه سنساله كتير حلو يعني إذا بتطلع على السنسال كتير سنسال لحاله ممكن يلبس قطعة لحاله قطعة ايه تمام يعني حتى إذا هرت الوردة ما في مشكلة يعني فيها تلبس. هلأ لك اللي معك وهي القطعة الثانية. هلأ اللي معك اشتغلناها مشان مهرجان البيئة حاول يعني في ناس ما بتحب الورد فأنا غيرت شوي نفس السنسال بس غيرت شوي بالفكرة. نعم أكيد سمية شكرا لوجودك معنا نتمنى لك دائما التفوق والتألق يا سمية ونشوفك بحلقات قادمة إن شاء الله وأنا بتمنى لكم كمان التألق دائما. شكرا لك. شكرا سمية.